ما سبب حبك لابن عربي؟ لأني أعتقد أنه ولي، ولي خلاص كبير، كما كتبوا قال السيوطي. أنا أقول ما يقول السيوطي رحمه الله. السيوطي يقول: الذي أقوله اعتقاد ولايته مع تحريم النظر في كتبه. لماذا تحريم النظر في كتبه؟ لأنه في الحقيقة لم يؤلف كتبه إلا للأولياء، يعني كتبه لم يؤلفها لعموم الناس. فلذلك حضرتك هتيجي تقرأ هتقول ابن العربي ماذا يقول هنا؟ هذا كلام كفر وإلحاد. هو يكتب لفئة خاصة من الناس يفهمون ما يقول.